متابعي مغرب تايمز، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج دردشة رمضانية، ودائما معك كوتش قمر بن خالق. مرحبا بك ورمضان كريم. شكرا أستاذة فاطمة زهراء، رمضان كريم لكم ولجميع السادة المشاهدين، كل عام وانتم بألف خير. موضوعنا اليوم هو العصبية في رمضان، أسبابها وكيفاش يمكننا نتخلص منها. كنعرفوا جميع أن كاين واحد الفئة من الأشخاص اللي كتعاني واحد صعوبة كبيرة في السيطرة على الانفعالات ديالها والعصبية ديالها خلال رمضان. وسيدة بغينا نشوفوا معك كيفاش يمكن لهم، أولا قبل بغينا نشوفوا معك الأسباب ديال هذه العصبية هذه، وكيفاش هاد الناس هادو يمكن لهم يتخلصوا من هذه العصبية أو بالأحرى يسيطروا عليها. صحيح، فعلا كنلقاو واحد النسبه كيما قلتيه، نسبه كبيره كتبان لينا في رمضان بالخصوص. علاش؟ لاننا في رمضان كنتلاقاو بهم اكثر، يعني ملي كنكونوا مثلا في السوق او لا في متاجر مثلا كتلاقى بناس يعني كتشاجر ما بيناتها، وغالبا فئه الشباب اكثر. فهذا راجع مثلا الانسان اللي المدخنين اكثر، الفئه اللي كتدخن هي اكثر عرضه للقلق والتوتر خلال رمضان، لانه مولف واحد الجرعه ديال النيكوتين فكيصبح صايم. فهذا سبب من المسببات اللي كتخليه انه ينهار ويكون ويبان على وجهه انه فعلا شخصيه اللي اصبحت قلقه اكثر من الايام العاديه. فلهذا احنا كمسلمين يعني عندنا فعلا الحمد لله قدره الصبر والتحمل ديال هاد الشباب. كنطلبوا الله تجيه فرصه، وهذه فرصه ذهبيه انه يتم الاقلاع على 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 التدخين. لماذا؟ هذه فرصته، يعني لماذا ملي كيقدر الشهر كله يعني اليوم كله قادر يضبط نفسه على التدخين، لماذا حتى الايام العاديه؟ فكنتمنى من الله انهم يستطيعوا، لانهم فعلا هما تيسبوا ضرر لنفسهم اكثر من اللي حداهم، فعلا ضرر لهم هما وذاتهم. عاد حنايا فعلا اللي هما المحيط ديالهم، العائله ولا الاصدقاء على برا ولا دونك، اللي خاصنا نوصيو به هو طريقة ردود الأفعال ديالهم، أو اللي حنا كمثلا عائلة كنحيطوا من المدخن أو الشخصية القلقة أو نكونوا كنعرفوا كيفاش نضبطوا حنا غضبنا باش ما نتفاعلوش معاه، لأنه فعلا الغضب هو يعني يعدي، عنده واحد العدوى. نقدر من الصباح نتلاقى مع شخص مثلا بهاد السلوكيات اللي هي سلبيه، اللي هو انسان قلق وغضبان، وياثر عليا انا كائن شخصيه غاديه بخير وعلى خير مستقره متزنه، ونقدر نهاري كله يمشي، لاننا في نهايه الامر حنا بروسنا غير مجموعه من المشاعر. صحيح. يعني اغنيه تقدر تبدل لك نهار كامل، مشكل تفرجتي عليه في فيلم في حزن تفاعل معه، فلهذا طاقه. نعم، طاقه ديال الكذبذبات. فلهذا كنتمنى من الله ان رمضان يجي باذن الله ويلقانا في نفسيه هادئه، ويكون فيه محبه وكلمه طيبه باش نسيطروا على هذاك الشخصيه اللي هي فعلا شديده القلق. بغينا نعرفوا معالجه اولا كيفاش يمكن لهم يسيطروا على هذا الغضب. هذا واحد الانسان اللي كينفعل في رمضان، ولا كيفاش احنا كنسموها بالعاميه ديالنا كيترمضان، هاد الناس هادو كيفاش يمكن لهم يسيطروا على هذا الفعل هذا او على هذا السلوك؟ صحيح، هي صراحه برمجه. دونك هو هذاك الشخص بذاته هو خاصو يوعى، اولا يوعى لانه فعلا كيف قلتي مرمضان. فرمضان ما جا شيء باش انه الانسان يظهر القلق ديالو امام الاخر، يعني كي كنقولوا عيب وحشومه، لانه الا جا رمضان ولقانا حنا مازال كنناقصوا هذه السلوكيات، فنعرفوا بلي ان الضرر ديال التدخين او ديال الجوع، لان حتى الجوع لاله فاطمه الزهراء يقدر تيدير بعض الناس يعني نفس السلوك اللي عند المدخن. فماشي ضروري غير لانه هاد واحد تيدخن غادي يكون عنده، فكنهضروا على كاين واحد الفئه ديال الاشخاص ما تتناولش التدخين ولا شي حاجه من هذا الشيء، ولكن كتلقاها في رمضان معصبة غير بوحدها. ربما نقدر نقولوا انه هناك انماط شخصيه، تقدر هذه الشخصيه هذه كتظهر في رمضان لان هي من الاصل شخصيه قلقه وتميل الى السلبيه. يعني حتى ملي كتبغي تحاورها كتلقى دائما هي تميل للسلبيه، هي ماشي ما تتفائلهاش، وانما هدرتي معاها في مقترحات دائما هي سلبيه 100%، وكتظهر القلق ديالها باش على الاقل تحس بلانها راه على صواب. مع العلم
انهم يعانون كيف قلنا. هاد الناس الله يكون في عونهم وحتى اللي دايرين بهم، لاننا فعلا هي الحياه صبحت بضغوطاتها مستفزه. وانما الى لقات هذه النوعيه الشخصيه بهكا اللي هي قلقه ويزيد عليها الضغوطات، ما عرفتش كيفاش كيفاش غتكون حالته طيله اليوم. فلهذا كنقولوا التوصيات اكثر هي بالمحيط، غنقولها ونكررها، المحيط يحاول ما يستفزش هذيك الشخصيه القلقه طيله اليوم، باش بعد على الاقل يدوز يوم سليم في تعبد في راحه نفسيه تامه، يوصل الفطور يلقى الانسان بخير وعلى خير. فلهذا ديك الشخصيه القلقه كتبقى هي مع راسها ما كتلقاش. كتقولي استاذه ان المحيط هو اللي قادر انه يعاون هذه الشخصيه باش انها تخرج من هذاك السلوك العصبي ديالها. صحيح، لانه هو براسو، لان كون عارف الشخصيه القلقه كون عرفات تعالج راسها ما غاديش هي اصلا ما كتبغيش راسها هكاك، وانما صافي يعني صباح ان كاركتير. لان اللي جينا نديرو التشخيص للحاله، ربما هناك عوامل كبيره اللي خلات هذيك الشخصيه ولات قلقه، يعني طفوله، علاقه زوجيه غير سليمه، مجموعه من العوامل. وانما ملي كنقولوا المحيط او لا البيئه الداعمه هي مساعد كبير. علاش مساعد كبير؟ لانه فعلا كتعطي دعم لهذيك الشخصيه، لانه كتقرا لها الهم وما كتبغيهاش تزيد، لانه في التوتر هناك امراض اللي كترتب عليها، ضغط يعني ضغط دموي او لا داء سكري او مجموعه من الامراض. فعلا لان مجموعه دابا من الناس اللي مصابه بمجموعه من هذه الامراض، وهي ناتجه غير على كثره القلق والتوتر والتفكير الزائد، لان هاد الناس هادو كيكونوا كيقلبوا يميلون دائما الى المثاليه. فاي حاجه بغا يديروها في حياتهم كيتسناو انهم خاصهم ينجحوها، عندهم ديك يعني بحال كيقولوا لازم عليا ندير الحاجه وننجح فيها، يعني ما كيقبلوش اي الفشل. فلهذا كتلقاهم دائما متوترين بزاف، لانهم كيقلبوا على الكماليات، وهذا من سابع المستحيلات. فلهذا الحياه هي ماشي متطلبات ديالها ماشي معقدة وإنما بسيطة جدا. ولكن باش هاد الشخصية وهاد النمط يجلس حتى يرتاح ويعرف كيفاش يريح نفسه، فهنا غادي يكون عالج راسه براسه. علاش؟ هو خاصو يتأني، ياخد عي شوية ديال الغوكول، يرجع عي شوية للور قبل ما يعطي ردود فعل سلبية. يعني ما كتطلبش منه يعني مجرد تواني، ولكن كيفاش هو غادي يستطع باش يعالج نفسه؟ دونك خاصو يشوف يعني ناس اللي دايره به، او لا صديق مقرب، او لا يعني الطب النفسي. هناك مجموعه من الحلول، ما نخليش راسي انا اولا تكون الرغبه. صحيح، ويعرف الانسان انه راه تيعاني من واحد السلوك اللي هو عصبي ما خدامش عليه. صحيح، اذا كيف قلتي هو الا وعى بالحاله يعني راه نصف العلاج. وي كيعترف بعد، لانه الاعتراف حنا مجموعه من الاشخاص ما كيعترفوش كاع، لانه علاش ما كيعترفش؟ لانه فعلا مازال ما كيعرفش راسو، مازال ما عمره ما جلس مع راسو وعرف واش انا شنو هما السلبيات اللي عندي في شخصيتي، واش انا فعلا شخصيه قلقه وحيت انا سلبيه، واش انا شخصيه قلقه حيت كنقلب على المثاليه، واش انا شخصيه قلقه حيت الحياه ما ساعدتنيش وما نصفتنيش. دونك ولا بدا خاصني ندق على راسي من الداخل ونعرف اشنا هما الحوايج اللي مخليني انا وليت هكا. مع العلم كنشوفوا امثله ديال الناس عاشرناهم في واحد الوقت وفي واحد الزمن وكانوا اطيب خلق الله، لان الشخصيه القلقه هي ماشي خايبه، وانما هي صبحت انفعالات ديالها زايده على اللازم. وكيف قلت لك هذه المثله ديال كنا كنشوفوا ناس كنا كنلقاوهم يعني اطيب خلق الله، يعني في التواصل، في العطاء، في ردود الافعال. فكتلقى بها كتلقاها رجعات شخصيه اخرى، يعني انقلبات، صبح عندها اعتلال مزاجي، تقول واه واش هاد الشخصيه شنو اللي بدلها؟ غالبا هاد الناس هادو تيكون سببهم هو ظروف غالبا، وخا داكشي باش كنقولوا ولا بدا زعما نساعدوهم. اذا باش اننا نختموا هذه الحلقه الجميله وهذه الدردشه الخفيفه، دونك هنايا كيف قلنا ان الشخصيه القلقه بالامكان ديالها انها تغير من السلوك، لانه فعلا العاده كتصبح سلوك. دونك هي ما عليها الا تراقب افكارها. افكارها السلبيه هي سببها في ردود الفعل ديالها، دونك ما فيها باس
اننا نحولوا هذه الشخصيه انها تكون متعبه على نفسها وعلى الاخر، انها تبدل غير من التفكير. هذيك الفكره اللي غادي ترهقها وتضرها بالدواخل ديالها وتخرجها عباره عن سلوك، فهي ما فيها باس انها تقلب على افكار جميله مثل الانجازات. انا ما كاينش انسان ما عندوش نجاحات في حياته او لا ما كيعرف ما يدير في هذه الدنيا. فكل واحد منا هو عنده مهارات حياتيه كيستعملها بشكل يومي، غير كاين اللي كيعترف بها وكاين اللي كينساها. صحت معك كوتش قمر، وغادي نقول ان الانسان دائما يركز على الحاجات الزوينه ودائما الكاس يشوف الجانب اللي عامر، ويكون عين النحلة لا عين الدبابة كيف ما كيقولوا. مشاهدينا أنا غادي نقول لكم إلى اللقاء، ونتلاقوا إن شاء الله في حلقة جاية دائما مع كوتش قمر اللي كتغنينا بنصائحها والقيمة واللي كتغني الدردشة ديالنا.